السلام عليكم حبايب قلبي ابطال سنه 5، احبكم جدا. النهارده الجزء الثاني في مراجعه وينرز، ملف وينرز. النهارده عندنا تمارين جميله جدا وهنحلها ان شاء الله مع بعض، وفيديو هيكون خفيف ولذيذ ان شاء الله. يا بطل كبر الصوره وعلي الجوده، ما تنساش الملف موجود في صندوق الوصف اسفل عنوان الفيديو، اضغط على عنوان الفيديو هتلاقيه ان شاء الله. يلا بينا يا ابطال من غير ما نضيع اي وقت كبير، اللايك الجميله بتاعتك وليتس جيت ستارتد. بسم الله ونبدا نكمل الملف ده مع بعض، وعندنا 3 امتحانات هنحلهم في فيديو النهارده ان شاء الله. طيب اول سؤال هو سؤال استماع، وطبعا كلنا يا اولاد بنحب ناكل العسل على الفطار. I like eating honey for breakfast. تعال نحل السؤال الاستماع ده من نفسنا كده من غير ما نسمع النص، لانه بيتكلم في موضوع عام، موضوع العسل، الموضوع اللي احنا درسناه. يلا بص. I like eating honey for، انا بحب اكل عسل على البريكفاست، على الفطار. طيب يا ترى some types of honey، بعض انواع العسل، can kill، هي تقدر تقتل بكتيريا. طيب honey helps، هو العسل بيساعد ايه؟ to heal، ان هي تلتئم more quickly، بسرعة، بيساعد الجروح. once don't put honey، لا تضع العسل، on your cut knee، كانت كده على ركبتك المجروحة. choose بيقول لي هنا the hospital، المستشفى، is a place، هي المكان، that treats، اللي بيعالج، هو المستشفى بتعالج ال patients، المرضى. patients، a breeze، النسيم، is a little wind، النسيم عبارة عن رياح خفيفة، رياح رقيقة، wind، رياح. last year، العام الماضي، he couldn't، بص هو could بعدها مصدر، تمام، الاستطاع في الماضي، he couldn't eat chess، هو كله مصدر، ماشي ماشي، بس هو chess بتيجي مع play، يلعب شطرنج، chess شطرنج، انا مش هتكلم الشطرنج، مش هركب الشطرنج، مش هشعر الشطرنج، انا هلعب play chess. but now he can. my uncle works in a big food، هو عمي بيعمل in a big food، ايه in حلوان، هو في حاجة اسمها food bank، بنك الطعام، والله ممكن بنك الطعام، بص هو عموما food factory، هو في مصنع طعام في حلوان. طيب walls، جدران، papyrus، نبات البردي، cooking، الطهي، white، ابيض، bricks، طوب. In ancient Egypt، في مصر القديمة، many people، ناس كتيرة، made their homes، عملت بيوتها، near the Nile، بالقرب من النيل. They used its water، استخدموا مية النيل، for drinking، في الشرب، وإيه؟ and washing، والغسيل. هما استخدموا مية النيل في الشرب والطبخ والغسيل، cooking. They also used، وأيضا استخدموا، mud، الطمي، from the river، من النهر، to make، علشان يعملوا bricks، طوب. For their houses، لبيوتهم، the mud bricks، الطوب اللبن، made very strong walls، عمل جدران قوية جدا. Ancient Egyptians، قدماء المصريين، also wanted their homes، أرادوا من بيوتهم، أو أرادوا إن بيوتهم، to be cool، إنها تكون منعشة. Some people، بعض الناس، painted، دهن their homes، دهنوا بيوتهم white، باللون الأبيض، to make them cooler، علشان البيوت تكون أكثر انتعاشا والقطعة. In ancient Egypt، في مصر القديمة، many people made their homes near the Nile، هي ناس كتير، أو ناس كتير عملوا بيوتهم بالقرب من النيل. They used its water، استخدموا مية النيل، for drinking، cooking and washing، في الشرب والطبخ والغسيل. They also used mud، استخدموا الطمي، from the river، من النهر، to make bricks، علشان يعملوا طوب، which made very strong walls، اللي جعل الجدران قوية جدا. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool، أرادوا أن يجعلوا بيوتهم منتعشة. The mud bricks helped them to do this، والطوب اللبن ساعدهم في كده. Some people painted their homes white، وبعض الناس دهنوا بيوتهم أبيض، to make them cooler، علشان البيوت تكون أبرد. Colors، colors help me hide from dangerous animals، إيه ده؟ أنا حصل لي lag،
الالوان بتساعدني اختبئ من الحيوانات الخطيره. I really love cold weather. انا بحب الطقس البارد. My thick feathers وريشي السميك make me pretty warm. بيدفيني. بص هو ماشي ماشي هو طبعا penguins البطاريق. penguins البطاريق يو بص هو انا فهمت حاجة. هو ده تاخدت غلط مكان جزء هنا. هو ده اصلا كان الاجابة دي فاتاخدت كده غلط مكان جزء هنا. بص طيب تعالى نتعامل يلا نجرب كده نتعامل مع الأسئلة دي كده واحنا ما عندناش قطعة ولا عندنا حاجة. Penguins use their wings too. البطاريق بتستخدم أجنحتها ليه؟ ما تقولش to fly. معلش معلش هما ما بيطيروش. البطاريق لا تطير ولكن بيعوموا يبقى to swim. احنا بنهبط بقى ماشي. The black and white colors اللون الأبيض والأسود help penguins بتساعد البطاريق hide from dangerous ان هم يختبئوا من الدينجرس طبعا dangerous animals يعني هم يختبئوا من مين. How old is pingu كم عمر pingu الله اعلم. Where does pingu the penguin live اين يعيش البطريق pingu الله اعلم. طيب تعال نعمل الترتيب. On Nadia goes Monday swimming. Nadia goes swimming. نادية تمارس السباحة. امتى يا نادية؟ On Mondays في ايام الاثنين. They do how I get to shopping mall. طيب ثواني. لا في حاجة. بص هو ملف والله ملفات جميلة جدا على فكرة بس هو الملف ده او السؤال ده في حاجة حصلت مثلا. هو المفروض معلش ان انا ابدا بهاو وتبقى هاو دو اي. هاو دو اي كيف انا؟ انا بسال واحد في الشارع بقول لو سمحت هاو دو اي ازاي انا جيت تو اصل الى ذا شوبينج مول الى مركز التسوق. يبقى انا ببدا بهاو. هنيجي لتصحيح الخطا. بيقول لك وي تشيك ان ا هوتيل. احنا بننزل في فندق بس when we arrived. ايه ده ايه ده when we arrived لما وصلنا. يبقى انا بتكلم في الباست في الماضي. يبقى احنا نزلنا في فندق لما وصلنا عمان. يبقى checked مش checked. انا بتكلم ماضي وعندي فعل ماضي في الجملة. يبقى checked in not check in. The flight landed on 4 o'clock p.m. ساعة 4 مساء. ده ساعة الساعة بتاخد ات. طيب it often rains in London. تعال نعمل punctuation. الاي كابيتال معموله شكرا شكرا. often عاديه رينز عاديه ان عاديه لندن ال كابيتال وفي الاخر فول ستوب. طيب تعال نتكلم على نيو عالمين مدينه العالمين الجديده. حاضر. there is اي مدينه بقى اقول له الجمله دي. there is a lot to see يوجد الكثير لتراه and do وتفعله in في نيو عالمين في مدينة العالمين الجديدة. طيب قل له ذا ساري طبعا أول سطر يسيبه لجوه قيمة ثلاث حروف. ذا ساري المدينة is on a beach موجودة على شاطئ. طيب بالنسبة ل 14 كيلومتر لونج ده طول الشاطئ. ذا بيتش الشاطئ is 14 كيلومترز لونج. طيب ذا archaeological سنتر وي فيزيتد احنا زرنا ذا archaeological سنتر المركز الاثري A E O L O G I C A L زرناه امتى؟ when we were لما كنا there هناك. we spent قضينا a nice time وقتا لطيف. it's a wonderful city اختم اي مدينة بتتكلم عليها اختم بالجملة دي. it's a wonderful عملنا ايه خلاص. طيب تمام نشيل التانية. it's a wonderful city هي مدينة رائعة.
وشكرا. خد سكرين شوت يا بابا للبروجراف بتاع نيو عالمين، ويلا نبص على الامتحان التاني. عندي نص استماع، وبرضو هتعامل مع نص الاستماع ده لانه بيتكلم في مواضيع عامه، فهتعامل معاه من غير ما نسمع حاجه. يلا بينا. Ancient Egyptians wanted to keep their homes. قدماء المصريين ارادوا ان يجعلوا بيوتهم cool. ده ثالث مره نقولها. Ancient Egyptian A all had flat roofs. مين اللي كان ليها اسطح مستويه؟ البيوت. Homes. Ancient Egyptian homes. بيوت المصريين القدماء all had flat roofs. Families often cooked. العيال كانت بتطبخ. Ate. وتاكل. And relaxed. وترتاح. On the roof. على السطح. There were a mats. كان في a mats to sit and sleep. هو الماتس كانت reed mats. سجاد من الحصير. To sit. علشان تقعد عليه. And sleep. وتنام عليه. طيب. تعالى ليه ال choose. There is an oven. يوجد فرن. In the. والفرن ده مكانه في الكيتشن. في المطبخ. طيب مين اللي live on snow and ice؟ بيعيش على الجليد وعلى التلج. اللي بيعيش على الجليد وعلى التلج دول جماعة البينج منزل بطري. سلمى went to the train A. راحت لترين A to book a ticket. علشان تحجز تذكرة for tomorrow's train. لقطر بكرة. يبقى هي تروح للترين ستيشن محطة القطر. Take the A to the ninth floor. خد الA للدور التاسع. The office is on the left. وهتلاقي المكتب على اليسار لما تطلع ان شاء الله. يبقى خد المصعد elevator. Lives only peaceful هادي مسالم stop shops. I went to visit my grandparents. ذهبت لزيارة أجدادي in their village في القرية. The village is very quiet. القرية هادية جدا. And هادية و peaceful. فيها سلام. مسلمة. There are a few and houses. There are a few shops. في محلات قليلة وبيوت قليلة. There is a one restaurant. There is only one restaurant. ده في مطعم واحد بس. But it's a great بس. مطعم. مطعم بقى. مطعم عظيم. Everyone who a here, كل واحد a هنا, is really friendly, lives. كل واحد بيعيش هنا. ودود. Honey isn't only used as food. العسل لا يستخدم فقط كطعام. It is also used as a treatment for. يستخدم ايضا كعلاج ل some injuries, بعض الاصابات and illnesses, والامراض. It was first used, استخدم أول مرة to treat wounds, ليعالج الجروح by Egyptian doctors, بواسطة الأطباء المصريين around 5000 years ago, من حوالي 5000 سنة. Scientists know that, العلماء عرفوا أن some types of honey, بعض أنواع العسل contain things, بتحتوي على مواد that can help, بتساعد كالبكتيريا في قتل البكتيريا. This can help to stop wounds. وده بيساعد الجروح، بيمنع الجروح from getting infected، ان هي تصاب. And it also helps wounds. وايضا بيساعد الجروح to heal، ان هي تلتئم more quickly، بسرعة. So if you have a jar of honey، لو انت عندك برطمان بقى عسل، you can mix it with milk، ممكن تخلطه باللبن to make your cough better، علشان تخلي الكحة بتاعتك افضل. طيب honey can be used as food and العسل يستخدم كطعام و وعلاج treatment. Some types of honey بعض أنواع العسل can kill bacteria. تقتل بكتيريا. How did Egyptian doctors use honey? إزاي الأطباء المصريون استخدموا العسل؟ حاضر هقول they put honey on wounds or they used honey to treat wounds. تمام. They used it to treat wounds. استخدموه ازاي؟ استخدموه في علاج. They used honey. استخدموه to treat ليعالجوا او في علاج wounds. يعني they used it as a medicine. اه they used it as a medicine. استخدموه كدواء. How can you use honey to make your cough better? How ازاي؟ Can you ازاي انت؟ Use honey تستخدم العسل to make your cough عشان تخلي الكحة better افضل. اخلط عسل بلبن كده
اقول مثلا I can mix it with milk to make my cough better. I can mix it with milk. اخلطه باللبن to make my cough علشان اخلي الكحة بتاعتي better افضل. طيب بالنسبة للترتيب بيقول لي feel, you, do, how do you feel, كيف تشعر. وطبعا قلنا ما تعملش ارقام, اكتب عن نقط. living room, غرفة معيشة. a television, تلفزيون. we, they, in, have, we have, احنا عندنا. طب احنا عندنا ايه؟ we have a television, عندنا تلفزيون. in the living room, في غرفة المعيشة. طيب بي يا ولاد يا ام از زؤار يا وزوير. معشي هتبقى يا اما از يا اما واز, يا اما مضارع از يا اما ماضي واز. when she a two, سنتين, يبقى when she was two لما كانت سنتين ماضي. she could, قدرت, use a tablet. طيب not run, عاوز اقولك ما تجريش, فقالها not run and walk slowly, وامشي بالراحة, يبقى don't run, ما تجريش, النهي don't run. I love my school, أحب مدرستي, and my teachers, ومعلميني. ببدأ بحرف capital. love عادية, my school and my teachers, full stop في الآخر علشان ما بسألش. تعال نتكلم على healthy lifestyle, أسلوب الحياة الصحي, و balanced diet, نظام غذائي متوازن, و exercise daily, تتمرن يوميا. طيب you must أو should, أنت لازم. you must have a healthy lifestyle, لازم يكون عندك نمط حياة صحي. بالنسبة للbalanced diet ممكن أمشيها it's important to, من المهم أن. it's important, طبعا أول سطر بسيبه جوه ثلاث حروف. it's important to, من المهم أن have a balanced diet, تناول نظام غذائي صحي. you should exercise daily, يجب أن تتمرن يوميا. في حاجات كتير قوي يا أولاد ممكن تتقلس. you should جت إزاي كده. you should get enough sleep, يجب أن تحصل على نوم كافي. واحدة بقى it's important to, it's important to, من المهم أن. مثلا drink plenty of water, تشرب المزيد من الماء. وشكرا مية مية. تعال على اخر حاجة, اخر امتحان عندنا يا شباب. هقول لك انا نص الاستماع. I love anything to do with history. I love anything to do with history. So today was the best day ever. ليه بقى كان النهاردة احلى يوم؟ I am going to visit the museum. تمام, I am going to visit the museum. The bus ride wasn't too bad. It only took 1 hour. The bus ride, رحلة الأتوبيس, wasn't too bad, ما كانتش وحشة قوي. It only took 1 hour, خدت ساعة واحدة بس. We listened to music, واحنا استمعنا لموسيقى on the trip, في الرحلة بتاعتنا. طيب I love anything to do with, أنا بحب أي حاجة ليها علاقة بالهيستوري, بالتاريخ. I'm going to visit the museum, أنا هزور المتحف. So today is a special day, فالنهاردة يوم مميز. The bus ride, رحلة الأتوبيس, wasn't too bad, ما كانتش وحشة قوي. It took, استغرقت, an hour, ساعة, to reach our destination. طيب مين اللي have shells, عندهم صدف. And they don't have legs or arms, ما عندهمش رجل ولا دراع. Snails, الحلزون. That phone, هذا التليفون, is very A, but I want to buy a cheaper one, بس أنا عاوز أشتري واحد أرخص. يبقى التليفون ده غالي قوي, expensive. My parents didn't buy that couch, انا ابائي ما اشتروش الكنبه دي, because it was, لانها uncomfortable, غير مريحه, ما
مش ودودة، مش حزينة. طيب the ancient Egyptians، قدماء المصريين، used it to make bricks، استخدموا ايه عشان يعملوا الطوب؟ استخدموا مد الطمي. عندي relaxed وchecked museum وsettled وdid. We went to Jordan on vacation، رحنا الأردن في رحلة. We arrived in Amman، وصلنا عمان. And ate into and checked into، ونزلنا في our hotel، في الفندق. In the middle of the city، في منتصف المدينة. The next day، تاني يوم، we visited the famous Amman Citadel، زرنا قلعة عمان الشهيرة. We also explored the Roman amphitheater، واستكشفنا المدرج الروماني. And the archaeological museum، والمتحف الأثري. We also had plans، وكان عندنا خطط. To go to the Dead Sea، للبحر، نروح البحر الميت. No visit to Jordan is complete without a trip to the Dead Sea، مفيش رحلة للأردن اسمها رحلة كده إلا بزيارة البحر الميت. It's Tuesday، إنه يوم الثلاثاء. And Baher is at home، وباهر في البيت. He can't go to school، هو مش عارف يروح المدرسة. Because he has a cold، لأن عنده برد. He must stay in bed، لازم يقعد في الفراش. He has a cough، عنده كحة. And a sore throat، والتهاب في الحلق. So he can't talk، فهو مش قادر يتكلم. The doctor says he must not run or play، الأطباء بيقولوا إنه لا يجري ولا يلعب. He must sleep، لازم ينام. And drink a lot of water، ويشرب مية كتير. All his family are worried about him، كل عيلته قلقانة عليه. They hope، بيتمنوا، he will get better soon، إنه يتحسن قريب. ألف سلامة يا باهر. The text is about، النص ده بيتكلم عن باهر's illness، عن مرض باهر. باهر هذا، باهر عنده cold، عنده برد. Why can't باهر talk، ليه باهر مش قادر يتكلم؟ علشان عنده sore throat. Because he has a sore throat، لأن هو عنده، أو he has a cough and a sore throat، عنده كحة والتهاب في الحلق. So he can't talk، فمش قادر يتكلم. طيب what must باهر do، إيه اللي باهر لازم يعمله to get better، علشان يتحسن؟ He must sleep، لازم ينام. And drink a lot of water، ويشرب مية كتير. هتتشال هلابلة 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 وتتحط هنا. طيب dugong unusual is animal the my favorite، my favorite unusual animal، حيواني الغير عادي المفضل. is the dugong، هو القطن. could when علا read was three she، علا could read، علا قدرت تقرا. when she was three، ثري، ما كان عندها ثلاث سنين. ايه ده، برافو يا علا. no she not have، انا عاوز انفي، بس مع she ما اقولش don't have، بقول doesn't have، لان she من اصحاب الاسم. no she doesn't have a sore throat، هي ما عندهاش التهاب في الحلق. last year، العام الماضي، I cannot use a computer، انا بتكلم في الماضي، اقول له I couldn't use the computer. What's the matter دينا، ما الأمر يا دينا؟ تمام، الدبل يو كابيتال والأبوستروفي شكرا، والكاما معمولة شكرا، بس دينا الدي كابيتال، أول حرف في الأسماء، وفي الآخر question mark، أنا بسأل. طيب عندي هنا paragraph على your town، مدينتك. Exciting places، a lot of parks، زي ما قلت لك أبدأ ب there is a lot to see and do، يوجد الكثير لنراه ونفعله. in my town there is a lot to see and do in my town، في حاجات كتير نشوفها ونعملها في مدينتي. exciting places، أماكن مثيرة. it has بها exciting places، بها أماكن مثيرة. قول زي إيه بقى مثلا؟ it has بها، قبل ما انسى دي، a lot of parks، الكثير من الحدائق.
There is يوجد a water park. ملاهي مائية. It's always open. دائما مفتوحة. قل له كمان My town is on a beach. مدينتي موجودة على شاطئ. وشكرا خلصنا الملف. ملف حلو يعني، هو بس يعني بغض النظر عن اللخبطه اللي كانت حصلت في القطعه في اول امتحان، بس الملف بصراحه حلو جدا وجميل جدا واسئلته جميله. وانت جميل وكملت الفيديو للاخر، فشكرا جدا. وشكرا على اللايك الحلوه اللي انت عملتها، ومراجعتنا ان شاء الله لسه مكمله معاك، فتابعنا يا بطل. ولو ما عملتش اشتراك في القناة مستني ايه؟ يلا اعمل اشتراك علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. هتوحشني كتير جدا لغاية السيشنز الجاية. سلام. Goodbye.